نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال عبد الله من الدوادمي، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد الله مساك يا شيخ صالح. حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. الله ترى في ارتداد. سم سؤالك يا عبد الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول بالنسبة للرجل، ماذا يفعل مع زوجته التي تكره أو تغضب إذا قضى حوائج يعني أمه مثلا، فهي تغضب زوجته مع العلم أنه لم يقصر معها في شيء نهائيا من ناحية المعيشة والمعاشرة وحسن العشرة معها. سؤاله الأول يسأل حفظكم الله، يقول ماذا أعمل مع زوجتي إذا كانت تكره عملي مع والدتي وأقضي حوائجها مع أني يعني وافي مع هذه الزوجة وغير مقصر معها؟ اقضي حوائج والدتك وأنت مأجور، وهذا من البر، ولا تلتفت إلى أن الزوجة تكره هذا أو لا تريده، لا تلتفت إلى هذا، لأنها ترضى لك المعصية والقطيعة، فلا تلتفت إليها، واستمر في برك بوالدتك. نعم.